منرحب فيكم من جديد بمطبخ رؤيا، وهلا وصلنا للفقره فقره ضيف مطبخ رؤيا. واليوم ضيفتنا زي ما قلنا لكم ببدايه الحلقه هي اريج الحاج، وهي متابعه دائما لمطبخ رؤيا. اهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح الورد، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. قولي لنا هيك قصه الحلم، حكى لنا اياها هيثم الصبح. والله كنت حلمت ان طالع مع الشبدي محجاو في المطبخ وعم بطبخ انا وياها. احلى. ولما قرا هيثم تعليق انا كنت حامل بالشهر الثالث، وكنت ناوي ان شاء الله اذا ربنا رزقني بنت ان اسميها ديما. الحمد لله سميتيها. سميتها ديما. انت قد ايه عندك اولاد قبل ديما؟ عندي يارا صف ثالث، ويامن روضه، وديما 8 شهور. الله يخلي لك اياها. الله يسعدك يا رب. شوفي قد ايه ببين قد ايه بتحبيها لما الواحده تسمي بنتها يعني. من زمان ان شاء الله بتشوفيها زي ديما. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. يا اريج قبل ما نبدا اقول لك هذا شرف لي والله. والله العظيم انا وانا يعني وعدتك من زمان تطلعي معي، يعني لي اكثر من سنه وعدتها. بعرف. فالحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حمد الحمد لله. يا رب. واحنا مبسوطين ان شاء الله يا رب. مبسوطين تعرفنا عليك كمان، دائما بنقرا تعليقك وبنقرا تعليقاتك، فاحنا كثير مبسوطين يا رب. الحمد لله. وانا والله مبسوطه اكثر. ايش رح تعمل؟ اي حدا بحب برضه يحقق حلمه بما انه في احلام. قلتي لي اليوم احنا اكيد بنحب انها. والله شفتي ما بتقصر. لا والله ما بتقصر ان شاء الله عليها. طيب ايش رح تعملي لنا اليوم؟ رح اعمل كرات البطاطا مع الدجاج والمكرونه. حلو. ايش الصوص اللي معها؟ كريمه وحليب. كريمه وحليب. طيب انا بدي اترككم اريج وديما. اوكي. بدي اطلع بدي اترككم شوي صغيره. خليك. بدي اروح مشوار صغير. ترجعي بتاعتي. اترككم شوي، طبعا بدي ارجع ادوق من اكلات اريج. طيب. وان شاء الله هيك بتستمتعوا بالفقره، وانا برجع اخر الفقره ندوني نخلصوا. خليكي انا كمان. يلا طبعا. طيب اذا هيك اريج رح خليكي براحتك تحققي حلمك في المطبخ. الله يسعدك. وانا رح اقرا تعليقات المشاهدين اللي عندنا. يلا. اي شيء بدك اياه مساعده طبعا بتقولي لي حتى اني انا اقدر اساعدك واقوم. احنا هون حطينا. خلينا هلا اول شيء بس ناخذ المقادير قبل ما نبلش بالوصفه. يلا مقاديرنا على الهواء. حطينا بتنجر على الغاز بصل مفروم مع ثوم. تمام. حطينا فيه زبدة وزيت قلي أو زيت زيتون اللي بحبه المشاهدين زي ما بيحبوا. ومنخليهم يدبلوا حتى يطروا، بعدين بننزل عليهم الدجاج. ما شاء الله. وبعد الدجاج بنحط باقي المكونات الثانية. تمام. فإذا هلا عبين ما تدبل معنا البصلة بس بدنا نسلم أكيد مرة ثانية على كل صحباتك اللي بلشوا يسلموا عليكي. أكيد بسلم عليهم كل فاتن حداد أكيد مش مقصرة. فاتن يعني ثلاث أرباع. أمانتني أمانة إني أسلم عليك سلام كثير كبير. أمانتني أمانة. بانتظار إنك تكوني ضيفتي في مطبخ رؤيا قريباً إن شاء الله. إن شاء الله. بدي أسلم على ماجدة الحلبي كمان. يسلموا يا حبيبة قلبي يا ماجدة. ليالي الحلبية ما شاء الله، شو هالكبب اللي بتشهي اللي حاططيها. أم همام الرمح يسعد صباحك، بتسلم عليكي أم همام. الله يسلم كمان. الله يسعدها يا رب. سوسو السيد كمان مرة صباح الخير. أم سامح يسعد صباحك بتقول لك يعطيكي العافية. الله يعافيها يا رب. أم سامح مرت أخوك. مرت أخوي سامح ماجد. الله يسعدها يا رب. بتقول لك يعطيكي ألف عافية. الله يعافيها. كمان على أم عمر. إذا أريج هلا شو صار معنا؟ هلا حط البصل، رح نحط الدجاج عشان نسبق الخطوات عشان وقت البرنامج. لا واضح انك متابعه مخلصه حافظه من زمان البرنامج وامتى لازم نطلع هوا وامتى لازم نطلع فاصل. قناه رؤيا ما شاء الله دخلت على كثير بيوت يعني. الله يسعدك يا اريج. فعلا دعمت كثير ناس الحمد لله. بنقلب الدجاج والبصل مع بعض تيصير الدجاج لونه على بياض، بننزل باقي الخضروات الثانيه. حبيبتي فطوم القواسمه بتقول لك منوره مطبخ رؤيا ونيالك شفتي ديما وروان. الله بنحب نشوفك يا فطوم، اذا بتحبي تطبخي وتطلعي معنا وتكوني ضيفتنا اكيد بنتشرف. نيالك يا الاء. الاء شهيتيني، عم تشرب نسكافيه وبتحضرنا ومصورت لنا النسكافيه طبعا القهوه تبعتها. ام ايمن يسعد صباحك. بيان صباح الفل. رانيا احمد حاطط لنا اقراص سبانخ، والله هي وقتها اقراص السبانخ هذا الطقس. الجو بارد وحلو مكاس الشاي معنا. زهور يسعد صباحك بتسلم عليك كثير كمان. الله يسلمها يا رب. يسعدك يا عبير. الله يسعدك. عبير حمدين بتقولنا انه بطلت تتحير شو بدها تطبخ من افكارنا بالمطبخ. الحمد لله ما شاء الله الافكار متجدده من اول ما طلعت القناه يا حبيبتي. الله يسعدك. حمزه كمان من ليبيا مسلم عليك.
وين وصلنا هلا الروج؟ هلا الدجاج قلبه شوي تي بس يصير على بياض. هلا رح انزل فلفل ملون. انا حاكي فلفل اخضر بس اذا عندهم فلفل الوان هم حريه. انا حبيت ادخل الوان فيها. وهي افلات قريش صارت جاهزه. هلا رح انزل البروكلي ورح انزل الذره مع بعض. انا البروكلي سالقته بالاول عشان ما ياخذ يدوب عشان ما يتغير لونه وما ياخذ وقت. بالضبط. بدنا كمان نسلم. هلا رح انزل الذره. يلا ام سفيان يعطيك العافيه، شكرا لك. هلا رح انزل بهارات عليهم. يلا فلفل اسود رح احط. هي مسكها اسراء بتقول لك غمازاتك بجننوا، الله يحفظك لبيتك. يسعدها يا رب. مسكها. بحط مرقه الدجاج. يلا بودره. اوكي مرقه الدجاج الفوريه. بحط بهارات مشكله. يا سلام يا قريج على الروايح. بودره الكري. ام علي الرقب بصب عليكي ودائما بحب اقرا تعليقاتك الحلوين. وبهارات ايطاليه مع زعتر ناشف. حلو. رشة صغيرة ملح. يا الله شو حلوة الريحة. رح نتركهم شوي على الغاز يستووا. رح أورجيهم هون المكرونة. أوكي. عادي سلقتها بمي سخنة، حطيت على شوية ملح مع شوية زيت، بعدين حطيت المكرونة فيها. تمام. بعدين صفيتها وغسلت مي برد وغسلتها بشوية زيت على أساس ما يعني ما تعجن. ممتاز. هلا هون الطبقة اللي رح تيجي بعد المكرونة اللي هي طبقة الخضروات. اللي هي هاي العنار. اللي هي العنار، وبعديها رح البطاطا المهروسة، بس بطاطا مهروسة بتسلوها على الغاز وعادي وبتحطوا عليها بس تهرسوها شوية ملح وشوية فلفل أسود، واللي بحب يحط كريمة معلقتين أو حليب عشان تتماسك أكثر، وزبدة ومعلقة زبدة صغيرة. هلأ هي قريش عم تعملنا الكرات حتى تفرجينا. أنا حطيت فيها وهي البطاطا سخنة حطيت فيها معلقة زبدة طبعاً تطرى معها. طبعاً تطرى وتتماسك. خلينا نشوف إيش في عندنا كمان تعليقات. جد ريحه الاكله زاكيه، وبعدين حلو فيها بتعرفي قريش هاي ممكن تتحضر من قبل بيوم. ايوه تنحط في الثلاجه صح اذا الست عندها عزيمه، وبس بتحط عليها طبقه الكريمه اللي بدك تعمليها بعدين. ايوه وانا حبيت احط فيها الكريمه والحليب عشان تعطيها طعم وهيك مع المكرونه بطعم. يا الله مسكاها هاي مين كل بقول لك بستنوكي من وقت ما كنتي حامل. حامل. لأنه كانوا بدهم يشوفوا مين هي اللي حلمت فيي وسمت اسم بنتها على اسمي. الله يسعدك. أنا فعلا والله العظيم يعني فعلا كانت حلمتي إن أنا كنت فعلا وكانت حلقتي كانت يوم اثنين، ولما صحيت فعلا يعني صحيت أنا كأني شايفتك كأني معاكي يعني. ما أحلاكي. قلت لازم أبعث التعليق مش قادرة لازم أبعثه. قلبي أنت. كفاية أنا أبو كرز بتسلم عليكي طبعا. الله يسلمها يا رب. عزيزتنا كفاية. أم أيهم زعاترة. الله يسلمها أم أيهم سلم عليها. بقول لك أكيد رح تنوري. الله يسعدها يا رب. هلا صار اشتقنا لروان، احنا صار المطبخ يطالب بروان عشان تسيطر لنا على التعليقات. يا سلام يا قريج الريحه. وهلا بنحط الكرات مش هيك؟ هلا بنحط الكرات يو. عليها. طب تكونوا عاملين الكرات، انا عملتهم من قبل ورح توزعوهم. اكله معتبره وزاكيه وسهله، حبيت تكون متكامله. يا اهلين. اهلا وسهلا. شاطره اجيتي على وقت الاكل انت. انا جيت. شو عملتوا بغيابي؟ والله طبخنا. طبختوا بغيابي؟ طبخنا بغيابك. والله شكلها بتشهي يا قريش. شفتي ان شاء الله صحه وعافيه تعجبكم. طلع الجاهزه مع الجبنه السايحه عليها كمان. لا 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 مش معقول هذا كله بغيابي صار؟ هذا لازم اغيب اصير. اللي بيطلع من المطبخ بتروح عليه. وين بتروح؟ انا جاي على الوقت المناسب للبرنامج. بالعكس انا بعطي هلا باجي على التقديم انا على الاشياء الزاكيه. بدعتي قريش عن جد مبدعه. صح ايش الاجبان اللي رح نضيفها قريش؟ هلا هم بيختاروا الاجبان اللي بدهم اياها زي ما بدهم هم. في يعني انت ايش بتحبي؟ ايش بتحطي بالعاده؟ انا بصراحه يعني بتعليم مونتري جاك. مونتري جاك وهيرتج. خلصت من البلد. انا عايشه خلصت. بطل انا هنا حاطه موزاريلا وجبنه شدر. تمام. جبنه ديما. جبنه ديما رح احط الكريم عليها. يا سلام يا عين. نص كوب حليب مع نص كوب كريم. انت خلطه نص كوب حليب مع نص كوب. في ناس بيعملوها بحليب وقشطه مع بعض، في ناس بتحطها بكريمه لحالهم، في ناس بيعملوها صلصه بشاميل على الغاز. بصير حريه الاختيار لهم. هيك كفايه بس اكله زاكيه مبينه انه الروايح. داعي انها تنطبخ على الغاز هيك اصلا. لا 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 هلا رح احط الاجبان هلا على الفرن دايركت صح؟
هلا جنبها ايش بد هي فيها معكرونه صحيه؟ فيها مكرونه كل شيء فيها غريب. طبعا بدي اقول لك فظيعه معكرونه. برافو والله اكله معتبره رهيبه. طبعا انا بحب الاجبان فانا بكثر كثير جبنه عليها وهاي بعدين خلاص يعني بس بدها تقريبا ربع ساعه بالفرن وخلص. انا كل شيء مستوي يعني. كل شيء فيها مستوي وعلى التحمير. والله يا اريج ابدعتي صحة والف عافية يعني يا رب. طلعت اريج على الهواء معنا في هالحلقة محرزة. كانت محرزة والله والله محرزة والله. وكل احنا من كل المشاهدين كانوا عم بيستنوكي احنا من بعد حابين يتعرفوا عليكي. الله يسعدك وانا الي الفخر والشرف انه اسمك على اسمي وان شاء الله يا ربي بتشوفيها مدومة ان شاء الله يا رب. الله يسعدك. طيب قد ايه بدك تدخليها على الفرن؟ شو ربع ساعة ربع ودرجة الحرارة 180 عاد نار وسط. اذا 180 لمدة ربع ساعة. بتحبي تقولي شيء قبل ما نخلص اريج؟ بدي اول شيء اتشكر فعلا اتشكرك شيف على الدعم اللي فعلا دائما يعني دائما مع السيدات وكل كل شيء بتقدمي لهم اياه كل شيء حلو وكل شيء عم تعملوا لنا اياه في المطبخ وقناه رؤية فعلا بدي اتشكرها على الفرص الحلوه اللي عم تعطينا اياها. الله انت الاحلى يا حبيبتي. الله يسعدك يا رب. الله يتشكرك كثير قريب وانا بتمنى نشوفك دائما معنا. يا ريت ان شاء الله. رؤيا مطبخ رؤيا هو مطبخ كل الستات صحيح كل الناس اللي بتحب تكون موجوده هو مطبخ عن جد زي ما رؤيا منهم والهم كمان المطبخ منهم والهم لانه المطبخ هو حياه البيت وروح البيت واحنا دائما معكم والسيدات بتبدعوا في المطبخ معكم بالضبط ومطبخنا دائما مطبخكم. شكرا لك نورتينا. اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. الله يعطيك العافيه.